في عندي اليوم هدفين إن شاء الله بدنا نركز عليهم يا حبايبنا في حصتنا اليوم إن شاء الله. الهدف الأول كيف بدنا نجمع ونطرح أي عدد حقيقي، أي عدد حقيقي بدنا نتعرف اليوم كيف بدنا نجمع ونطرح هذه الأعداد. والهدف الثاني إن شاء المولى عز وجل التعرف على خواص الأعداد الحقيقية. طبعا أنتم بتعرفوا الخواص ومرت عليكم قبل هيك، مش أول مرة تسمعوا فيها. الآن بدي الكل يركز معي على الشاشة عشان راح أبلش في الحصة إن شاء الله. طيب طبعا جمع الأعداد الحقيقية وطرحها يمكن مر عليكم يا طلاب صف تاسع السنة الماضية في صف ثامن لما أخذنا الأعداد النسبية. طبعا تكلمنا عن الأعداد النسبية وكيف نشتغل العمليات عليها، سواء عمليات جمع الجذور وطرح الجذور وضرب وقسمة، يعني جميع العمليات أخذناها على الجذور، وكيف نكتب الجذر التربيعي في أبسط صورة. تمام، كيف نكتب الجذر التربيعي في أبسط صورة. هذه يمكن بعض الأمور المهمة الأساسية اللي اليوم هنركز عليها، يمكن باقي العمليات حتكون واضحة لك أنت يا أستاذ، لكن أنا اللي بهمني اليوم إنه كيف بدنا نكتب الجذر التربيعي في أبسط صورة. هذه أهم شغلة اليوم أنت تطلع من الحصة تشتغلها صح 100% من غير ما نستعمل الآلة الحاسبة. بدناش نستعمل صح الآلة الحاسبة، هي أداة مساعدة، لكن أنا ما بدي أعتمد عليها وأخليها هي الأداة الرئيسية لشغلي. يعني أنا ممكن أنا أستعمل الآلة الحاسبة لو أنا عجزت، أو لو أنا حابب أتأكد من سؤالي أو حلي صح أم خطأ فقط لا غير، لكن أنا بدي أحاول قدر الإمكان إني أنا ما أستعمل الآلة الحاسبة في حل أي سؤال، ما أستعمل الآلة الحاسبة في حل أي سؤال. طيب طلاب الصف التاسع يا حي الله فيهم، أحلى شباب. طيب الآن أنا بدي أبدأ معاك في مثال واقعي وسهل وبسيط إن شاء الله، اللي هو الجذر التربيعي للعدد 12. الجذر التربيعي للعدد 12، بدنا نشوف مع بعض كيف أنا بدي أجيب الجذر التربيعي للعدد 12. طبعا أنا ما راح أستعمل آلة حاسبة بالمرة. طبعا أنت يعني بإمكان أي طالب فينا يفتح، أو إذا كان جنبه آلة حاسبة بإمكانه يعرف من الآلة الحاسبة قديش ناتج الجذر التربيعي للعدد 12 من غير ما يتعب ولا يعمل أي حاجة. لكن أنا وياك بدنا نشتغل الآن أول شغلة بدك تعرفها انه هذا الجذر نوعه جذر تربيعي. ما نوع الجذر؟ هو جذر تربيعي. اذا الان انا عشان اجيب ناتج الجذر التربيعي لازم اجيب، انتبه لشغله مهمه جدا، انه انا بدي اجيب عددين حاصل ضربهم 12. طب احنا بنعرف الاعداد اللي حاصل ضربهم 12 ايش هي؟ عندنا 6 ضرب 2، وفي عندنا كمان 3 ضرب 4. طيب الآن أنا إيش راح أستعمل؟ هستعمل 6 في 2 أم 3 في 4؟ طيب الآن لو أنا طالب أجي حكى لي قال 12 يا أستاذ هي 6 في 2، بقول لك ماشي كلامك صح 100% ما في أي مشاكل، لكن العدد 6 ليس عدد مربع، والعدد 2 ليس عدد مربع، يعني أنا ما استفدتش من 6 ولا من العدد 2، إذا ما بنفع أستعمل 6 في 2 نهائيا. لكن لو جينا يا أستاذ أخذنا 3 في 4، هنلاحظ إنه العدد 3 ليس عدد مربع، لكن أنا اللي بدي إياه العدد 4 إنه يكون عدد مربع، يعني أنا بدي عددين حاصل ضربهم 12، هاي الجذر تمام؟ بدي عددين حاصل ضربهم 12 يكون واحد أو أحد هذه الأعداد له جذر تربيعي،
إذا بروح بكتب ال 12 عبارة عن 4 ضرب 3، 4 ضرب 3، شايفين على الشاشة؟ تمام. إذا أنا رفعت ال 12 وعوضت على ال 12 بحاصل ضرب عددين، الناتج تبعهم 12، الناتج تبعهم 12. لكن العددين بشرط أساسي كمان مرة بنبه يا حلوين، إنه أحد هذه الأعداد لازم يكون له جذر تربيعي. الآن يا أستاذ، من خواص الجذور اللي مرت عليك طبعا سابقا في صف ثامن، إنه أنا بنفع أوزع الجذر على عملية الضرب، بنفع نوزع الجذر على عملية الضرب اللي جوا الجذر. يعني بصير عندي أنا هاني يا أستاذ السؤال بالشكل هيك، يساوي جذر الأربعة ضرب جذر الثلاثة يساوي، تمام. الآن بعد ما أنا وزعت عملية الجذر بصير عندي جذر الأربعة ضرب الجذر التربيعي للعدد ثلاثة. الآن الجذر التربيعي للعدد أربعة كم؟ أكتب الجواب 2، هي إشارة الضرب بتنزل زي ما هي. الجذر التربيعي للعدد ثلاثة، لا يوجد جذر تربيعي للعدد ثلاثة، إذا بنزل زي ما هو الجذر التربيعي للعدد ثلاثة، بلعبش فيه. طيب إذا انتهى حل السؤال. إذا أنا كتبت جذر ال 12 في أبسط صورة، في أبسط صورة، تمام. إذا أصبح ناتج جذر ال 12 في أبسط صورة هو 2 جذر الثلاثة. طبعا هذه إشارة الضرب، بإمكاني أنا ما أكتبش العدد بإشارة الضرب رياضيا صحيحة، يعني رياضيا من ناحية رياضية يا طلاب الصف التاسع، أني أنا أكتب العدد بالصورة هذه 2 جذر الثلاثة بشكل مباشر من غير ما أقول 2 ضرب جذر الثلاثة. خلص بصير أنا معروف إلي تلقائي أنه بين الاثنين وبين جذر الثلاثة في إشارة الضرب، لكن ما بنكتب إشارة الضرب. إذا أنا الآن وضحت لك كيف نكتب تمام. طيب اي طالب عنده سؤال على المثال اللي انا شرحته على اللوح يا ريت يرفع اشاره الكف سريعا، لانه هذه انا بدي كل الطلاب يكون متقن هذا هذه عمليه التبسيط مهمه جدا. في حد عنده اي استفسار؟ في حد عنده اي سؤال؟ طيب تمام، ما فيش اي مشكله. اذا انا بدي احط من عندي انا الان سؤال، أغير ال 12 وأحط 45. يلا مين يشارك معانا في إيجاد الجذر التربيعي لل 45؟ بدنا نكتبها بأبسط صورة. يلا مين حابب يشارك معانا يا حلوين؟ فؤاد أبو حجلة، تفضل يا فؤاد. فؤاد اضغط أن ميوت يا فؤاد. التسعة والخمسة، التسعة بتتقسم للثلاثة في شيء فبتصير ثلاثة جذر الخمسة. يعني أنا الآن أكتب الخمسة وأربعين بدي عددين حاصل ضربهم 45، منهم يا فؤاد؟ تسعة والخمسة. تمام يا فؤاد، فؤاد اختار التسعة في الخمسة، مع إنه في عندي أنا كمان 15 ضرب 3 45، لكن ما بنفع أستعمل ال 15 والثلاثة. ليش؟ لأنه ال 15 والثلاثة ليس لهم جذور تربيعية. فؤاد اختار التسعة والخمسة لأنه التسعة لها جذور تربيعي. أكمل يا فؤاد. فيطلع الناتج ثلاثة جذر الخمسة. يعني فالتسعة بتتقسم فبصير ثلاثة. جذر التسعة ضرب جذر الخمسة يساوي ثلاثة جذر الخمسة. تمام يا فؤاد، أحسنت يا فؤاد، شكرا يا فؤاد على المداخل، أشكرك يا فؤاد. تمام حبايبي، إذا مثل ما حكى زميلكو فؤاد، جذر الخمسة وأربعين هو عبارة عن 9 ضرب 5. إذا إحنا هنا فصلنا الخمسة وأربعين وكتبناها في أبسط صورة، أصبح الناتج تبعها 3 جذر 5. طيب ما
ناخذ كمان سؤال. بدي طالب ثاني يشارك معي في السؤال اللي انا بدي اكتبه الحين. بدي طالب ثاني يشارك معي. 27، الجذر التربيعي للعدد 27. يلا حبايبنا، بدي طالب الان يشارك معي كيف بدنا نكتب 27 في جذر 27 في ابسط صوره. خالد تفضل. يا خالد اضغط ان ميوت. يا خالد 9 جذر 3. استنى شوي خالد معايا، الآن أنا بدي أسألك سؤال، مركز معاي؟ تمام. طيب السبعة وعشرين بدي عددين حاصل ضربهم 27، إيش هم يا خالد؟ 9 و3. تمام، يبقى حكتب تحت الجذر هنا 9. شايف إيش أنا، إيش أنا بكتب على الشاشة؟ تمام. 9 ضرب 3، إذا أنا عملت تحت الجذر كتبت حاصل ضرب عددين اللي هم 9 في 3. الآن وزع معي الجذر يا خالد، امشي معي خطوة بخطوة يا خالد. يلا 9 بتتقسم يصير جذر 9 3 جذر إيش؟ 3 جذر 3. طيب الآن جذر 9 كم يا خالد؟ 3. ممتاز يا خالد، إذا الجواب 3. جذر 3 تمام يا خالد، وبنزل جذر 3 زي ما هي، إذا الناتج 3 جذر 3. إذا جذر 27 في أبسط صورة يكتب على صورة 3 جذر 3. شكرا يا خالد على المداخلة، أشكرك يا خالد. طيب تمام يا حلوين 100%. الآن إحنا اليوم شفنا كيف نكتب الجذور في أبسط صورة. الآن أنا بدي أنتقل لنقطة ثانية مهمة جدا، وبدي كل الصف يركز معايا، بدي كل الصف يركز معايا. طيب في عندي السؤال الأول، بقول لي جد ناتج ما يلي في أبسط صورة. في، انتبهوا يا حلوين، كلمة أبسط صورة هذه هيك أنا بدي أضللها بلون عشان تنتبه إنه هذه نقطة مهمة جدا. يعني أبسط صورة دير بالك، يعني ما بدي بس تحسب الناتج على السريع من غير ما تجيب لي في أبسط صورة. أبسط صورة مهمة جدا. الآن أنا قبل ما أبدأ أحل السؤال اللي هو على صورة 3 جذر 2 زائد 4 جذر 2 ناقص 2 جذر 2. الآن عندي عملية، والعملية هذه أنا بدي أجيب الناتج إلها في أبسط صورة. طيب إذا أول حاجة أنا بدي أنظر داخل الجذور. الجذر الأول ما داخله 2، يعني مبسط مكتوب في أبسط صورة. جذر الاثنين ما بتقدر تبسط أكثر من هيك. اللي بعده جذر 4 مبسطة وجاهزة ما فيها أي مشاكل، تمام؟ اللي بعدها جذر 2 كمان مبسطة وجاهزة. إذا الجذور عندي الآن اللي موجودة مبسطة، الجذور جميعها مبسطة، يعني مكتوبة في أبسط صورة. إذا يعني السؤال هذا يعني اختصر علي خطوة مهمة جدا، إني أنا أكتب الجذر في أبسط صورة. الآن ما علي إلا أعمل عملية تجميع، وراح أفتح قوس. نفتح قوس، اي قوس. الان باجي يا استاذ باكتب الاعداد اللي موجوده عندي هنا قدام الجذور، هي الثلاثه والاربعه والاثنين، شايفينهن؟ هذه كلها داخل القوس اللي انا بدي اكتبه الحين هنا. هذه كلها الاعداد 3 و4 و2، 3 و4 و2، بدنا راح نكتبها داخل القوس اللي انا بدي اكتبه حاليا. لكن بدي انتبه لشغله دائما في الرياضيات يا صف تاسع، اي عدد بدي اخده لازم اخده مع الاشاره اللي قدامه. ما بنفع انزل الثلاثه من غير اشاره، ما بنفع انزل الاربعه من غير اشاره. اربعه الاشاره اللي قدامها موجب، اذا راح تنزل موجب اربعه. الاثنين الاشاره اللي قدامها سالب، اذا راح تنزل سالب اثنين. نسكر القوس. طيب وين اودي انا جذر الاثنين؟ وين اوديها؟ عطول بجيبها انا جذر الاثنين، يعني انا زي كاني اخذت عامل مشترك
زي كأني أخذت عامل مشترك جذر الاثنين، لكن هي إحنا ما بنسميهاش إنه أنا أخذت عامل مشترك جذر الاثنين، يساوي الآن بجمع الأعداد، بجمع الأعداد هذه اللي أنا موجود، هذه الأعداد هذه بجمعها مع بعض، 3 زائد 4 7 ناقص 2 5، إذا يساوي 5. على طول بتنزل جذر الاثنين زي ما هي، بلعبش فيها أنا، هذه جذر الاثنين مبسطة وجاهزة، خلاص بقول له الناتج هو يساوي 5 جذر الاثنين، 5 جذر الاثنين، هذا هو ناتج الحل. إذا أنا بإمكاني أحل السؤال، أنا بإمكاني أحل السؤال بالعين بمجرد ما أطلع السؤال، فقط بجمع الأدلة اللي برا، بجمع الثلاثة، 3 زائد 4 7 ناقص 2 5، إذا بنزل الخمسة وجذر الاثنين المشترك بينهم بتنزل زي ما هي، لأنه لهم نفس الجذر كلهم، ما فيش أي مشاكل. إذا ناتج الحل هو 5 جذر الاثنين، 5 جذر الاثنين. طيب تعال نشوف السؤال الثاني مع بعض. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيحكي لي 4 جذر الثلاثة زائد 5 جذر الاثنين زائد جذر الثلاثة ناقص 6 جذر الاثنين. إن حنا بنلاحظ يا عزيزي الطالب إنه أنا عندي جذر الثلاثة وعندي جذر اثنين، عندي في عندي هنا جذور مختلفة، يوجد جذور مختلفة مثل جذر الثلاثة ومثل جذر الاثنين، تمام؟ طيب أنا كتمت الصوت عشان الدوش اللي عندنا، ماشي. إذا نكمل، 4 جذر الثلاثة زائد 5 جذر الاثنين زائد جذر الثلاثة ناقص 6 جذر الاثنين. الآن في هذه الحالة يا طلابنا، يا طلاب الصف التاسع الهلوين، أروح أمسك الجذر الأول اللي أنا قاعد بعلم عليه باللون الأحمر، شايفينه؟ 4 جذر الثلاثة، أروح أدور في جذر مشابه لهذا الجذر مكتوب عندي أنا هنا ولا لا؟ نعم، اللي هو جذر الثلاثة. إذا هذول الجذرين نأخذهم مع بعض ونجمعهم مع بعض لحال، كل جذرين متشابهين نجمعهم مع بعض لحال. إذا أنا انتبه لنقطة الآن، بدي أنبه لحاجة خطيرة جدا يا صف تاسع، ما بنفع أقول 4 جذر الثلاثة، دائما أنت متعود تأخذ إشارة الموجب في السؤال هان، أوكي ما في مشكلة، أعطاك إشارة موجب، لكن ممكن في سؤال تاني تكون الإشارة اللي هانا بدل ما هي إشارة موجب تكون إشارة سالب. إذا في هذه الحالة دائما دائما بعيد وبزيد، إنه ممنوع منعا باتا تأخذ العدد إلا بإشارته، الإشارة اللي قدامه إله مش للجيران، الإشارة اللي قدام العدد إله محطوطة لهذا العدد، أنت بدك تأخذ العدد وتسيب الإشارة لمين؟ إذا عطول أنا لما أكتب هنا عطول بجي بقول له أنا هنا بشكل مباشر 4 جذر الثلاثة زائد، طبعا أنا بكتب بخط إيد القلم تبع السبورة اللي عندي، فهيك خطه يعني مش خطي، هنا تعرفين خطي يعني أحلى من هيك. طيب زائد جذر الثلاثة، هدول حطيتهم مع بعض داخل قوس، بحط إشارة زائد وبأفتح قوس جديد. الآن إيش بضل عندي أنا؟ ضل عندي موجب 5 جذر الاثنين وسالب 6 جذر الثلاثة، بروح بأمسكهم وبحطهم وين؟ بمسكهم وبحطهم في القوس الثاني، يعني بصير عندي أنا هنا في القوس الثاني 5 جذر الاثنين ناقص 6 جذر الاثنين، تمام. إذا الآن أنا عملت عملية تجميع بين الجذور المتشابهة،
جمعت الجذور المتشابهة مع بعض. الآن طلع لي خطوة واحدة سهلة جدا، أجمع كل جذرين متشابهين، 4 جذر الثلاثة زائد جذر الثلاثة 1. طبعا هنا جذر الثلاثة هذه لاحظوا أنه ما فيش قدامها إشي هنا، إذا إيش بكون؟ 1 1. يبقى بقول له 4 زائد 1 كم الجواب؟ 5 جذر الثلاثة. طبعا زائد، هذه إشارة زائد، تمام؟ بكمل، 5 جذر الاثنين ناقص 6 جذر الاثنين، يبقى بدي أطرح 5 من الـ6، بدي أطرح الـ5 من الـ6. إذا في عندي هنا عملية طرح، إذا انتبه يا طلاب الصف التاسع موضوع الإشارات مهم جدا. بقول له 5 ناقص 6 كم الجواب؟ -1. ننتبه، 5 ناقص 6 إشارتين الموجب، وعندي السالب بنطرح وبناخذ إشارة العدد الأكبر، لما يكون عندي إشارتين مختلفتين، يعني 5 إشارتها موجب والـ6 إشارتها سالب، إذا بنجري عملية طرح، 6 ناقص 5 بنزل 1، وعتنسى دائما نضع إشارة العدد الأكبر اللي هو 6، تنزل إشارته اللي هي سالب، إذا -1 جذر 2، إذا الناتج الكلي للعملية هو 5 جذر الـ3 زائد -1 جذر الـ2، أو بإمكاني أقول له 5 جذر الـ3 ناقص جذر الـ2 بشكل مباشر. في حدا عنده أي سؤال؟ طلابنا حلوين، في حدا عنده أي سؤال؟ السؤال الأول والثاني، في حدا عنده أي استفسار كيف عملنا العمليات وكيف جمعنا وكيف طرحنا؟ طيب الكل ساكت، محدش برفع ايده، ماشي. الآن بدك تركز معي على السؤال الثاني، السؤال اللي أنا بدي أعرضه هذا بده شغل، السؤال اللي أنا بدي أعرضه الآن قدامكم هذا بده شغل. الجذر التربيعي للـ27 ناقص 2 جذر الـ3 زائد 5 جذر الـ12. يا سلام، هذا السؤال مختلف عن الأسئلة اللي قبل، وفي فكرة مهمة جدا. لاحظ الجذر الأول جذر الـ27، هل هو مكتوب في أبسط صورة؟ طبعا لا، إذا بدك تقف هنا، هذا مش مكتوب في أبسط صورة، يبقى هنا بدنا نشتغل، هذا نحطه على شقة. نكمل، 2 جذر الـ3 مكتوب في أبسط صورة، هذا بكربش عليه خلاص خليه زي ما هو، ممنوع نلعب فيه. نيجي ننتقل على الجذر الثالث، 5 جذر الـ12. لو طلعت انت الـ12 تكتب في أبسط صورة جذرها؟ نعم، احنا بنقدر نكتب جذر الـ12 في أبسط صورة، يبقى هذه بدها شغل. يبقى في حاجتين مهمات جدا قبل ما أحل السؤال، لازم أكتب جذر الـ27 في أبسط صورة، ولازم أكتب 5 جذر الـ12 في أبسط صورة، وبعد هيك بنرجع للسؤال وبنجمع زي الأسئلة اللي قبل. يبقى أنا أول حاجة أنا باجي هيك على الجنب، بعمل خط وبأخذ جذر الـ27 زي ما عمل معانا فؤاد. فؤاد طبعا حل معانا، أعتقد فؤاد، لا خالد اللي حل جذر الـ27 معانا. خالد كتب لنا الـ27 في أبسط صورة، لسه قبل قليل عملتها قدامكم. أنا أنت هنا بتيجي على السريع بتبسطها، اللي هي عبارة عن قديش؟ 9 ضرب 3. طبعا أنا مش هعيدها على السريع، بس أنا هنا بس بذكر من وين جبناها، يساوي طبعا هنا مباشرة جذر 9 3 تنزل، وجذر 3 بيضلوا زي ما هو. الآن أنا هين إيش؟ كتبت جذر 27 في أبسط صورة، إذا هذه هي كلها أشمالها خلاص ما بتلزمنيش، بعمل عليها إكس، بحط مكانها إيش؟ بحط مكانها 3 جذر الـ3، هيك أنا كتبتها في أبسط صورة. ناقص، كمل، 2 تنزل اللي جنبها اللي عليها إشارة صح، 2 جذر الـ3 ماليش دخل فيها، بنزلها زي ما هي. زائد، نيجي نشتغل على 5 جذر الـ12، هذه بدها شغل، 5 جذر الـ12 بدها شغل، بدنا نشتغل أنا وياك عليها كيف بدنا نشتغل على 5 جذر الـ12 ونبسطها. ركز شوية لأنه السؤال هذا
5 جذر ال 12، كثير من الطلاب بيخطئوا فيها وبركزوش في الحل وفي التبسيط فيها، مع انها يعني مش صعبه، لكن احنا بدنا نقول للطالب انه يركز وينتبه معنا في هذه العمليه. هي 5، انتبهوا شوي يا حبايب، 5 جذر ال 12، يا ريت الكل يركز معي. سيبك من الخمسه اللي برا هذه، نزلها مالكش فيها، تلعبش فيها، اوعى تنساها، اوعى تنساها وانت بتحل، نزل الخمسه، مالكش علاقه في الخمسه انت. الان امسك لي ال 12 زي ما انا بسطتها معك قبل قليل. ال 12 هي عباره عن 4 ضرب 3. ليش اخذت الاربعه في 3؟ لانه الاربعه لها جذر تربيعي. نكمل، هاي الخمسه بتنزل، مالكش دخل في الخمسه انت زي ما حكيت لك. الان الضرب، طبعا احنا قلنا بين العدد وبين الجذر في اشاره ضرب. الجذر التربيعي للاربعه كام؟ 2، بنزل 2 ضرب. الجذر التربيعي للثلاثة لا يوجد، إذا بنزل زي ما هو. الجذر التربيعي للثلاثة بلعبش فيه، على طول بعدين بقول له 5 في 2 كم الجواب، أضرب العددين الخارج الجذر في بعض، إذا بطلع معي 10 جذر الثلاثة. إذا هروح أنا أشطب 5 جذر ال 12 وأعمل عليها إكس وأحط بدالها قديش؟ 10 جذر الثلاثة. طيب الآن إذا بتلاحظوا في السؤال هذا اللي نتج معي بعد عملية التبسيط، كل الجذور متشابهة زي السؤال الأول، مثل السؤال الأول اللي أنا عرضته عليكم، مثل السؤال الأول اللي عرضته عليكم في بداية الحصة. إذا أطول مباشرة بقول له 3 3 ناقص 2 1 1 زائد 10 11، إذا بقول له الجواب 11 جذر الثلاثة. إذا في السؤال هذا أنا يا أستاذ شملت عدة مهارات، في السؤال هذا يا أستاذ أنا شملت عدة مهارات. المهارة الأولى كتبت الجذور في أبسط صورة، المهارة الثانية اللي احنا استعملناها في حل السؤال هي عملية تجميع الجذور المتشابهة، جمعنا الجذور المتشابهة مع بعض، تمام يا حلوين؟ طيب في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب ماشي، فيش حدا عنده سؤال يعني الكل فاهم، إذا فيش حدا عنده سؤال طيب نيجي على السؤال الرابع. مش أنا اللي بدي أحل السؤال الرابع، حضراتكم أنتوا اللي حتحلوا السؤال الرابع معاي هالحين، وبدي أنا مشاركات من الجميع، ما بديش انا احل كل حاجه، فبدنا نشارك مع بعض يا استاذ. صح تعليم الكتروني، لكن انا بدي اياك انت تشارك في الحل. طيب يلا بدنا نسمع الان مشاركات. ما بديش انا، بدي واحد بس يكتب لي 3 جذر ال 45 في ابسط صوره. كيف بدنا نكتب 3 جذر ال 45 في ابسط صوره؟ يلا هاي الخط هاد، واللي عنده اي اجابه يرفع ايد، يلا ارفعوا لي ريز هاند. يلا يا حلا، يلا يا حبايب حلوين، نسمع فادي، تفضل يا فادي. فادي نعم تفضل حبيبي، يلا. 9 9 ضرب جذر 9 ضرب 5 تمام. الان بس احنا في عندنا قدام ال 45 ايش في برا؟ 3 3، اوعى تنسى الثلاثه، بنزلها 3 جذر ال 45 بتنزل زي ما هي، ما بلعبش فيها يا استاذ، هي الثلاثة بتنزل، بعد هيك أنا بكتب زي ما حكى فادي. إيش قلت يا فادي؟ 45 9 ضرب 5 ممتاز يا فادي، فادي اختار 9 ضرب 5، أحسنت يا فادي. إذا بنزل الثلاثة اللي برا، شايف؟ أوعى تنسى الثلاثة، شايفها يا فادي؟ خليك معي يا فادي. معك ضرب. إيش بدنا نعمل يا فادي الحين؟ جذر التسعة كم يا فادي؟ 3. نزلت الثلاثة اللي برا، وفي عندي كمان جذر التسعة كمان 3. بنزل 3 ضرب جذر الخمسة. أحسنت يا فادي، ضرب جذر الخمسة. إيش بيطلع الجواب الكل يا فادي؟ بضرب الثلاثة في الثلاثة اللي برا، قديش بيطلعن؟ 9 جذر الخمسة. إذا بأشطب 3 جذر ال 45، نرجع على السؤال وبنكتب بدالها قديش يا فادي؟ 9 جذر الخمسة.
تمام يا فهد، هنكتب بدالها 9 جذر 5. شكرا يا فادي على المشاركة، ممتاز يا فادي، شكرا يا فادي. نشوف طالب تاني الآن يشارك معانا في 5 جذر 2. يلا يا حبايب، بدي طالب تاني الآن يحل معاي ويشارك معاي كيف بدنا نكتب 5 جذر 20 في أبسط صورة. بدنا ناس ما شاركتش معانا، بدنا نتنشط وبدنا نشارك مع بعض عشان الكل يستفيد حبايبي. يعني هذا يعني موضوع التعليم الإلكتروني يعني إلك مش إلنا إحنا، عشان تفهم أنت وعشان تشارك. طيب إحنا نسمع من مجد عرفات، تفضل يا مجد. سمعني يا مجد؟ آه سامعك. تفضل يا أستاذ. 5 بننزل، أيوة بننزل 5 جذر 20. تمام يا مجد، إيش بعدك أساوي يا مجد؟ بنبسط الجذر 20، بنكتبها 4 على 5. الخمسة اللي برا أنزلها، جذر 4. آه نزلها. تمام، خليك معي خطوة بخطوة، 100%. طيب إيش أعمل بعد هيك؟ أنزل بيطلع الناتج 2 2. بننزل ضرب 2، أيوة ضرب جذر 5. ممتاز، إيش الناتج الكلي بيطلع يا ماجد؟ جذر 5 الكلي 10 جذر 5. إذا بنروح 10 جذر 5. ممتاز يا ماجد، إذا بنروح بنشطب هذه كلها في السؤال وبنحط مكانها يا ماجد 10 جذر 5. تمام يا ماجد، واضح السؤال يا ماجد هيك؟ تمام. شكرا يا ماجد على المداخلة. يلا مين حل معانا السؤال اللي بعده؟ مين حل معانا حبايبنا السؤال اللي بعده؟ يلا يا حبايب، صف تاسع، يا صف تاسع يا حلوين، يا صف تاسع يا أغني لكم يا صف تاسع. خالد، تفضل يا خالد. تمام أستاذ. خالد كيف حالك؟ الحمد لله. خالد صوتي واضح والشاشة واضحة والشرح واضح ولا في مشاكل؟ تمام. كله تمام يا خالد؟ 4 سالب 4 جذر 125. ماشي، خلي السالب للسؤال بعدين بننزل السالب. بننزل الأربعة. ماشي، عشان أنا بكتب بطيء دير بالك، بالراحة شوي علي. ماشي يلا كمل. يلا جذر 25 15 125. بدي اياك تركز معي، بدي عددين اضربهم في بعض يطلعوا 125، لكن بشرط واحد من العددين يكون له جذر تربيعي. يلا اساعدك. طيب ماشي. ال 125 هي عباره عن انا بدي اساعدك شوي يعني. 15 لا طبعا 25. 25 ضرب، ايوه اقرا. ضرب 5. ماشي يا خالد، اذا ال 125 هي 25 في 5، اذا على طول بنزل الاربعه يا خالد. يلا ضرب، ايوه يا خالد. جذر 25 قديش يا خالد؟ 5. 5 ضرب، ايش ضل عندي؟ جذر 5. ايوه بتنزل زي ما هي، ماليش دخل فيها لانه ما فيش الا جذر تربيعي. يلا اضرب معي 4 في 5 20. اذا ايش حكتبها انا مكان هذا، مكان هذا العدد 20؟ 20 جذر 5. لاحظ ان انا نزلت اشاره السالب ولا لا؟ شايفها؟ نزلتها، اذا حقول له انا 20 جذر 5. واضح السؤال يا خالد؟ تمام. شكرا يا خالد. يلا حبايب، مين يعمل لي آخر واحدة؟ 2 جذر 5، مين يعمل لي إياها؟ حل العمية ما سمعتش صوتك، وليفان الدراوي ما سمعتش صوتهم، ومريم ما سمع ولا بنت شاركت معي اليوم، بدنا واحدة من البنات تشارك معنا. يلا بديش أقول مين، بدي واحدة من البنات تشارك معاي
في آخر نقطة. يلا حبايب، هي زائد. يلا يا بنات، مريم، ريفان، حلا، أنا ميوت يا مريم، يا ريفان. نزل 2 جذر 5. بدها شغل 2 جذر 5 ولا بدها الشغل؟ بدها الشغل. يعني جاهزة. آه. بنزلها زي ما هي. ممتاز يا ريفان، أحسنت يا ريفان. ها بدي أكبر الخط عشان خاطر ريفان كمان. يلا. طيب يا ريفان. معي يا ريفان؟ آه. ممتاز يا ريفان. معي الآن. ايش رايك في الجذور اللي موجوده عندي هذه؟ كلها مكتوبه في ابسط صوره ولا لا؟ مكتوبه ابسط صوره. الخمسه جذر الخمسه جذر الخمسه، كلهن جذور ايش مالهن؟ متشابهه. تمام؟ تمام. اذا ضل علي ايش اعمل؟ اجمع. نجمع 9 زائد 10 زائد 19. زائد، انا بدي اكتبهن في الاول بعدين اجمعها. زائد 10 ناقص ايش؟ هيرجان 20 ناقص 20 زائد 2. سكر الكروس ونحط برا ايش يا ريفان؟ جذر 5. يلا ايش معي يا ريفان؟ 9 زائد 10 يساوي 19. كملي. ناقص 20 يساوي سالب 1. تمام كملي. زائد 2 سالب 1 زائد 2 يساوي 1. يا عينك يا ريفان، احسنت يا ريفان. بكتب الواحد، ايش بضل عندي برا؟ 1 جذر 5. يا عين عليك، بدي اسقف لك، هاي سقف حامي يا ريفان. ممتاز، اشكرك يا ريفان على المداخلة. شكرا يا ريفان. طيب، زي ما شفنا يا حبايبنا يا حلوين مع زملائكم اللي شاركوا معنا في حل السؤال، كتبنا الجذور أول حاجة في أبسط صورة. هذه أول خطوة احنا عملناها، بعد هيك جمعنا الجذور مع بعض وجبنا الناتج. إذا شايفين العملية اللي فوق، سؤال 4 الكبير هذا الطويل، 4 جذر 45 زائد 5 جذر 20 زائد ناقص 4 جذر 125 زائد 2 جذر 5، كله طلع جوابه 1 جذر 5. شايفين ما أبسطها؟ يعني طلع معانا الجواب في النهاية جذر 5. طيب تمام، في حدا عنده أي استفسار؟ في حدا عنده أي سؤال على العمليات؟ طيب حبايبي ماشي. أنا بدي أنتقل معاك يا أستاذ على الهدف الثاني. بدي أنتقل معاك يا أستاذ على الهدف الثاني. تمام فاهم، ماشي يا فؤاد أبو حجلة. ننتقل على الهدف الثاني معانا، بدنا نتكلم في خواص العمليات أو خواص عملية الجمع على الأعداد الحقيقية. خواص عملية الجمع على الأعداد، زي ما شفنا انتهينا من الهدف الأول اللي هو جمع وطرح الأعداد الحقيقية. الهدف الثاني معانا هنتكلم سريعا عن خواص العمليات أو خواص عملية الجمع على الأعداد. طبعا الخواص يا أستاذ أنتم دائما تسمعوا فيها، مش أول مرة تسمعوا فيها، من صف رابع ومن صف ثالث وأنتم تسمعوا في الخواص، خواص عملية الجمع، خواص عملية الضرب، يعني هذه الخواص مش جديدة عليكم. طبعا أول خاصية وأنتم أخذتوها قبل هيك وسمعتوا فيها مش أول مرة تسمعوا فيها، خاصية الانغلاق أو خاصية الإغلاق. خاصية الانغلاق هذه من خواص عملية الجمع. إنه إيش بتقول الخاصية؟ الخاصية بتقول إنه أنا لو أنا جبت أي عددين موجودين في حاء وجمعتهم، الناتج راح يطلع معي في حاء. اختار أي عددين بخطروا على بالك، جذور، كسور، أعداد سالبة، أعداد موجبة، فاصلة عشرية، مش فاصلة عشرية، واجمعهم مع بعض، الجواب اللي بيطلع معك 100% حيكون ينتمي إلى حاء. إذن خاصية الانغلاق متحققة في عملية الجمع بالنسبة لحاء. هان هي أعطاني مثال، حكى لي 4 ينتمي إلى حاء، نعم ينتمي إلى الأعداد الحقيقية حاء، وتلت ينتمي إلى الأعداد الحقيقية حاء. لو رحنا جمعنا الأربعة زائد تلت بعطيني 4 وتلت.
إذا 4 وثلث ينتمي إلى حاء، إذا في هذه الحالة بقول له نعم خاصية الانغلاق متحققة في عملية جمع الأعداد الحقيقية. يعني لو جاب لي سؤال صح ولا قال لي خاصية، ركزوا معي، الإغلاق أو الانغلاق تتحقق في عملية جمع الأعداد الحقيقية، على طول بحط له شريط صح كبير بقول له نعم متحققة. الخاصية الثانية اللي احنا هنتكلم فيها لي خاصية التبديل. هو طبعا خاصية التبديل في الشيء هذا في صف 9 بيعرفهاش، كلكم ما شاء الله عليكم بتعرفوها. ايش يعني تبديل؟ يعني ألف زائد باء باء زائد ألف، تعرف يعني لما أقول لك 2 زائد 3 نفسها 3 زائد 2، يعني هذه خاصية معروفة للجميع. الخاصية الثالثة اللي موجودة في عملية جمع الأعداد الحقيقية وهي خاصية التجميع. ايش يعني تجميع يا حبايب؟ يعني تجميع أقل شيء بده يكون عندي 3 أعداد. مثال عمل لك أنا بالرموز ألف وباء وجيم، يعني أنا ممكن أجمع أول عددين مع بعض وأجمعهم للجيم، أو ممكن أجمع آخر عددين مع بعض وأجمعهم للألف، هيعطيني نفس الناتج، لأنه في النهاية أنت بتعمل عملية جمع، وعملية الجمع طبعاً وخاصية التجميع تتحقق وأنت مغمض. لما يقول لك عملية جمع يبقى في تجميع، لما يقول لك عملية جمع يبقى في تبديل، يعني خاصية التبديل والتجميع دائماً في عملية الجمع وانت مغمض ما تفكرش متحققة. الخاصية الثالثة أو الرابعة العنصر المحايد. طبعا بدي أسأل سؤال هان سريع، واللي بيعرف يعرف، اللي بيعرف يرفع ايده. ما هو العنصر المحايد لعملية الجمع؟ ما هو العنصر المحايد لعملية الجمع؟ يلا يا أبطال سريعا قبل الحصة ما تخلص، أنا مش دايل معنا وقت. العنصر المحايد لعملية الجمع يا طلاب الصف التاسع، تفضل يا فؤاد. فادي، تفضل يا فادي. واحد. واحد. حين أنا لما أقول لك يا فادي 2 زائد 1 إيش بعطيني؟ 3. 3. إذن الواحد مش عنصر محايد لأنه أعطاني جواب مختلف. أنا بدي أنا العنصر المحايد لما أجمعه مع العدد الحقيقي يضل نفس العدد. يا سعيد اسمع صوتك يا سعيد. صفر. تمام يا سعيد. يبقى يا حبايبي الصفر، ديروا بالكم هذه عمرك ما تنساها، الصفر هو العنصر المحايد لعملية الجمع، اوعى تنساها في حياتك كلها هذه، دائما الصفر هو العنصر المحايد. ليش؟ لأن لما أقول لك أنا 5 زائد 0 كم الجواب؟ 0. العنصر المحايد نعني به يعني لو أنت لو جمعت إله إن شاء الله مليون يظل هذا العدد كما هو. النقطة الأخيرة عشان قبل ما تنتهي وقت، قبل ما ينتهي وقت الحصة، النظير الجمعي. النظير الجمعي يا أستاذ هو معكوس إشارة العدد. يعني أنا لما أقول لك بدي النظير الجمعي للعدد 5 هتقول لي سالب 5، بدي النظير الجمعي للعدد سالب جذر 5 الجواب 5. يبقى النظير الجمعي هو عكس الإشارة. لما أنا أطلب منك نظير الجمعي لأي عدد هو عكس إشارة العدد. يبقى عندي يا أستاذ هنا 5 خواص موجودة في جمع الأعداد الحقيقية سريعا: خاصية الإنغلاق، وخاصية التبديل، وخاصية التجميع، وخاصية العنصر المحايد، وخاصية النظير الجمعي. بارك الله فيكم جميعا، وأنا هيك أنا انتهيت في شرح الحصة. بدي أضغط أنميوت للجميع، الكل يرفع الكتم من طرفه عشان أسمع تعليقاتكم في نهاية الحصة وأختم حصة إن شاء الله. يلا يا حبايب سريعا عشان الوقت. يديك العافية أستاذ، حصة حلوة. يلا يا حلا ارفع الكتم يا حلا، ما سمعتش صوتك طول الحصة يا حلا العمية. هذا العمية اليوم ما شاركتيش معنا يا حلا. فارس، فارس ابو غصيب ارفع الكتم يا فارس، اضغط الميوت يا فارس. سعيد. طيب فادي تمام يا فادي؟ تمام. فؤاد ابو حجله تمام؟ تمام تمام. مريم تمام؟ مريم. خالد
تمام، يديك العافية يا أستاذ. الله يعافيك حبيبي يا خالد، يسعدك. عهد حلا العمية، حلا سمعان يا حلا، ديفان، فارس، فارس تمام سمعني يا فارس؟ اه سامع. طيب حبايبي، مجد عرفات، في اي مشاكل يا مجد؟ واضح يا مجد؟ تمام يا مجد؟ لا 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 لا، يعطيك العافية. سعيد حبيبي يا سعيد، لا كله واضح تمام استاذ. طيب شكرا، اشكركم يا طلاب الصف التاسع على المشاركة وعلى التركيز والانتباه، وطبعا نراكم ان شاء الله في لقائنا القادم في الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.